ألا وإن النصارى إخوانكم في الله وفي الوطن وفي المصير، فأحبوا لهم ما تحبونه لأنفسكم، وحافظوا على أرواحهم وأموالهم كما تحافظون على أرواحكم وأموالكم، وبذلك تحبطون المؤامرة وتخمدون الفتنة وتطبقون تعاليم دينكم وسنة نبيكم، ونتجدن أقربهم إلينا أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. بهذا السلوك يا أبناء الأعزاء دون غيره تردون كيد الفرنسيين إلى نحورهم، وتعيدون جحافلهم إلى جحورهم، وتنعمون بالحرية لا يتطاول بعدها إليكم متطاول. ثم أخيرا لا بد من إعداد أو التصريح بمن يكون القائد لهذه الحملة، الخبير بشؤون سياسية بالشؤون السياسية والخبير بتجيش القوم وأعدادهم الأعداد اللازم. فيقول: وهذا زعيم عامل وبدره الكامل، يقصد كامل بيك الأسعد، قد أرهف للجهاد معكم عزمة، وحشد لبلوغ الغاية عدته، فاركبوا معه كل صعب ذلول، صادقي العزائم، متساهمي الوفاء، وما التوفيق إلا بالله، يؤتي النصر من يشاء، عليه توكلنا، وإليه أنبنا، وإليه المصير. فبعد بعد الفراغ من هذه الخطبة طبعا صار اجتماع واتخذ المقررات، وأيضا تحدد القسم للجميع دون تفريق. والمقررات كانت: أولا تأييد المؤتمر، مقررات المؤتمر السوري في رفض تقسيم سوريا والانتداب الفرنسي، يعني رفض الانتداب الفرنسي، وإعلان الدولة العربية في سوريا وتتويج فيصل عليها، هذا شكل الحكم أو النظام أو الدولة. ثانيا انضمام جبل عامل للدولة العربية ومبايعة فيصل على تطهير البلاد، النقطة الأولى تطهير البلاد، ثم على تطهير البلاد من الاحتلال الفرنسي. يعني فإذا الأساس هو أن تطهر البلاد من الوجود الغريب المعتدي. ثالثا المحافظة على نصارى وحقوقهم وحلف اليمين على ذلك. ثم كانت تفويضات للإمام شرف الدين والعلامة السيد عبد الحسين نور الدين ولكامل بيك الأسعد، ولما اعتذر عن مرافقة الوفد أو أن يكون في الوفد تقرر أن يكون العلامة آية الله السيد محسن الأمين هو العضو في هذا الوفد. ثم بادر المؤتمرون إلى حلف اليمين، فأقسم اليمين جميعا
علماء وزعماء ووجهاء للتضامن على حفظ الأمن وإقرار الهدوء والحرص على سلامة المسيحيين بشكل خاص، وبعد ذلك استدعي المقاومون ليكون لهم الحلف يعني مستقلين حتى يتثبت أمر الحلف والوحدة وراء الحلف هذا. ويقول هنا المرحوم الشيخ أحمد رضا في مذكراته: واستدعي الشيخ صادق الحمزة فأقسم اليمين واستثنى من كان ألبا للفرنسيين على الوطن مسلما كان أو مسيحيا. يعني أضاف إلى اليمين العام واستثنى من هذا الحلف من هو يتعامل مع الفرنسيين. هذه الصورة التي هي ثابتة على التاريخ من مؤتمر وادي الحجير قبل قرن، وكما قلنا بأن وادي الحجير لم يكن فقط موئلا لهذا المؤتمر ضمن هذا القرن، وإنما كان له ما بعده، يعني ولا يزال على استعداد وادي الحجير لأن يحدث مؤتمرا كما كان في ذلك العهد، أو مؤتمرا كما كان في كما رأيناه أو سمعنا أمره وشأنه في عهدنا الحاضر. والسلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته.